اقتحم عشرات العناصر من شرطة مكافحة الشغب الثلاثاء ساحة تقسيم في اسطنبول مركز الحركة الاحتجاجية ضد حكومة رجب طيب أردوغان التي تهز تركيا منذ 12 يوماً مستخدمين القنابل المسيلة للدموع. وبمجرد انتشار الشرطة في وسط الساحة قاموا بتفريق مئات الشبان المجهزين بالأقنعة الواقية من الغاز إلى الطرقات المجاورة، إلا أن المتظاهرين ردوا برشقهم بالحجارة وبالزجاجات الحارقة. كما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن حكومته لن تبدي أي تسامح بعد الآن حيال المتظاهرين، وأضاف أردوغان الذي يشكل الهدف الرئيسي للاحتجاجات وصف المحتجين الذين ردوا على قوى الأمن برشق الحجارة أو قنابل مولوتوف بأنهم متطرفون أو إرهابيون.